ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وطبعا المنيو بتاعنا النهارده يمكن انا بتكلم عن بعض التفاصيل فيه عشان نوضح لحضراتكم، لان مهم جدا ان احنا نطلع الحاجات اللي في التلاجة واللي في المطبخ ونبدا نشغلها. ولكن حضراتكم عايزين تعرفوا ضيف النهارده. ضيف النهارده مذيع متالق ناجح في عمله، بيجتهد ان هو يوصل لهدفه، ودي حاجه حلوه. ممكن يجرب في حاجات كتيره ويشوف هو بناجح في ايه ويجرب فيها ويمارس فيها عادي. مذيع متالق بتشوفه في نشره الاخبار، ودايما موجود على شاشه القناه الاولى. معايا الاعلامي الاستاذ مصطفى ميزار. استاذ مصطفى اتفضل. مساء الخير يا شيف، ازيك؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ كل سنه طيب. وحشتنا. اتفضل. رمضان كريم. ايه الالوان الحلوه دي؟ دي الوانك انت وعينيك الجميله. اخبارك ايه؟ كل سنه طيب. وحشتنا يا شيف والله. الوان العيد، بهجه العيد هو داخل. ما خلاص بقى، احنا خلاص كلنا اسبوع ونعين ونحتفل بعيد الفطر المبارك. وبعدين احنا الايام دي عندنا اعياد كتير. صح كده؟ الحمد لله رب العالمين. عيد العمال، عيد شم النسيم، عيد اخواتنا المسيحيين، عيد الفطر. اسبوع الاعياد. اسبوع الاعياد. سبحان الله. كل سنه طيب يا شيف. كل الشعوب بتعيد. وحشتنا والله. حبيبي يا درش. عامل ايه؟ قول لي بقى المطبخ بالنسبه لك ايه؟ المطبخ؟ المطبخ بالنسبه لي حياه. انا بحب المطبخ جدا. لا بجد؟ اه والله. يعني ممكن تخش المطبخ تعمل سفره كامله كل يوم؟ كل يوم. لازم. يعني انت بتخش المطبخ في البيت؟ تعمل فطار؟ بعمل فطار، بعمل غدا، بعمل عشاء، بعمل كل الاكل اللي ممكن تتخيله. تساعد الوالده؟ بساعد امي، بساعد اختي، بساعد البيت. انت عندك دور مهم جدا. ده دور اصلي ودور اساسي. لا والله. والله حلوه. ما بتملش. وعن قناعه على فكره. وعن قناعه، داخل بحب يعني. يعني هو الدور لو ما فيش تشارك في الحياه في كل حاجه مش هيبقى فيه اللي انت ممكن تتخيله. وده حلو. ده طبعا ده. طيب دورك النهارده عندي النهارده في الاستوديو بتاعي. عندنا شويه مشتريات. معانا لحمه. انا شايف كده حاجات كتيره حلوه قوي شكلها. يعني دايما النظافه والشياكه اللي بشوفها في المطبخ بتاعك يا شيف بصراحه بتخلي الواحد كده مبسوط، وده اهم شيء بيميز مطبخنا في القناه الاولى بصراحه. يعني حبيبي يا مصطفى، معانا لحم متقطع مكعبات. ده لحم ضاني. ده لحم في نسبه دسامه شويه. ماشي. ومعانا اراسيا. اراسيا اللي هو البرقوق. برقوق مجفف. ومعانا بصل وتوم وشويه بصل وتوم وشبت وبقدونس وفلفل. دي اكله مشهوره في بعض المطابخ المغربي او التونسي او الجزائري، مشهورين بيها يعني. ده طاجن لحمه بالاراسيا. حلو. صح كده؟ الله عليك. شبيه عندنا طاجن لحمه بالبصل. ايوه. هنستبدل الاراسيا هنستبدل بالبصل. بالبصل بس مع شويه توابل بقى مختلفه، هريسه، فلفله حلوه. الجو ده حلو قوي. طيب معانا كنافه. دي صعبه عليك يا درش. ليه؟ كنافه وقشطه. كنافه وقشطه. وقشطه الحلو. ده بنشوفه في المحلات بتاعت الحلويات. بيبقى طبقتين من الكنافه في وسطيهم قشطه، بيسموها ايه؟ الكنافه العثمانيه. العثمانيه. ما شاء الله عليك كده. صح كده؟ خدت درجه لغايه دلوقتي 8 ل 10. 8 من 10؟ 8 من 10. ماشي يا شيف. حلوه. جاي السبانخ معانا ولحمه مفرومه. السبانخ ولحمه مفرومه وعجينه سمبوسه. يبقى سمبوسك باللحمه او سمبوسك بالجبنه والسبانخ. حلو. صح كده؟ سمبوسه باللحمه والسبانخ. السبانخ دي على فكره ليها جمهور كبير بس مش منتشره قوي، او في ناس كتير ممكن ما تكونش بتحبها. بس السبانخ دي فيها عناصر حديد مفيده جدا. طبعا جدا ده هي مصدر غني جدا للحديد. لا انت كده نجحت زي الفل. 10 10 كده هتساعدني النهارده بصراحه. انا معاك في اي لحظه. قول لي انت بقى، بما انك شاطر في المطبخ، بتتعزم ولا بتعزم؟ بتعزم وبعزم الاثنين عادي يعني. طبعا. في رمضان اول يوم في رمضان قضيته؟ لا، اول يوم في رمضان مع الاسره. مع الاسره. بس كان عندي شغل. كان عندك شغل؟ كان عندي شغل. خلصت الفطار و... لا انت بتحب الشغل. بس بلاش اقول على الهواء. انا طبعا. طيب طيب نشوف مع بعض. نبدا بيه. ومعايا طبعا المذيع المتالق على شاشه القناه الاولى الاستاذ مصطفى ميزار. معايا لحم متقطع ضاني، ومعانا اراسيا. هنعمل طاجن اللحم بالاراسيا بتوابل وبطعم تاني. المقادير على الشاشه. لحم ضاني او كندوس حسب الرغبه، واراسيا وبصل وتوم، فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء، وشويه البهارات الحلوين منهم شويه الكاري زادت حبه مع الزعتر والملح والفلفل. حلو الكلام. نبدا نشتغل فيها. حابب تساعدني يا درش؟ والله يا شيخ يلا بينا. لو مش هيضايقك انا اتمنى اساعدك طبعا. يلا بينا. بسم الله الرحمن يلا الرحيم. يلا يا استاذ مصطفى حبيبي. ممكن حضرتك تديني جلافز كده؟ ايوه. هو انا عايز اسالك عن سؤال كده يا شيف من فضلك. هو احنا وانا في البيت مش بلبس جلافز على فكره. ما بلبس الجلافز في البيت عادي. وفي البيت بشتغل بقى براحتي، لكن بلبس طبعا عده الشغل طبعا. انت هنا على شاشه القناه الاولى لازم ترضي كل الجماهير. لازم ارضي كل الناس. طبعا. ماشي. احنا نرضي الناس كلها حبيبي يا غالي، واحنا هنا عشان ارضاء الناس وسعاده الناس حبيبي يا درش. وانت كمان يا شيف برضو انت بترضينا وبتبسطنا وبتخلينا مبسوطين. الله يرضى عليك. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. الاكل ده متعه كبيره قوي. طبعا. صح كده ولا غلطان؟ كل واحده من متع الحياه في الدنيا. ورمضان بالذات لما بيجي بيطلع الشيف اللي جوانا.
لا والله. ايوه كل واحد. انا عايز اقول لك الشيف ده بيطلع في كل الاوقات في رمضان وفي غير رمضان. لا بس اكتر حاجه رمضان. لا في رمضان طبعا اكيد. هناخد السكينه ونقطع شويه البصل الحلوين دول مع بعض. لازم اقطع بصل؟ اوكي. اهم بصلتين عمر حبيبي تعالى. قطعهم لي مكعبات. لا البصل الكبير الاحمر. الاحمر؟ ايوه حبيبي. ادي كمان يا مصطفى. انا ايه؟ حبيبي يلا. قطعهم لي مكعبات. انا ايه؟ ودول كده والفلفل الحار. مكعبات على ذوقك انت. حلو؟ والفلفله الحلوه دي كده على ما احط اللحمه على النار تاخد صدمه ناريه شويه. اديها صدمه ناريه. يعني ايه صدمه ناريه يا درش؟ بص احنا الصدمه دي بتعملها لانها بتخلي اللحمه لما تيجي تسويها وتحطها في مع ان قالوا لي ما اقولكش يا درش بس مش عارف طالع مني ليه. ليه لا لا قول لي يا مصطفى. لا لا ولا يهمك يا شيف. احنا النهارده يعني معلش. خلي البساط احمد. طب ماشي انا معاك اهو اتفضل. طبعا احنا بيربطنا صداقه وصحوبيه. لا انا بتشرف بيك يا شيف. وده شيء طبيعي ان احنا بنشتغل في كيان واحد ومكان واحد وحاجه عظمه فيعني في برضو ايه تواصل. ده زعتر او روزماري بنحطه مع زيت الزيتون ياخد الفليفر والطعم. ايه رايك مع شويه التوم الحلوين نبدا نشم ريحه حلوه. تعال شم بالله عليك. شوف والله شوف العظيم الروزماري. والله العظيم انا شم الريحه من هنا يا شيف. ريحه الروزماري مع الريحه انت كده هتخلينا ايه شويه التوم الحلوين. احنا هنجوع بدري بدري. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. روزماري مع الزيت والثوم. ايوه تمام. هنحط اللحمه انا كشيف. يلا ايوه حطها لي كده واحده واحده بسرعه من غير الخضره ومن غير اي توابل. تسلم ايدك يا مصطفى. مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا وانا مصطفى. كمان يا شيف بحبك حبيبي. والله حبيبي. ايوه تسلم ما شاء الله بركة في ايدك. تحس الخروف ضاني في قلب الحلة. لا ده انت ضاني بقى ده يبقى تيجي معايا. حلو. وتسيب لي نفسك كده معايا. ايوه. قلب وانا هقطع دول. بص واحنا بنخليها دايما تبقى بتاخد اللون. حلو. صح كده؟ بتاخد اللون من غير توابل. بعد اللون من غير توابل. حلو. ايوه. قول لي بقى يا استاذ مصطفى. قول لي يا شيف. مصر. لا. اتفضل. قول لي اتفضل. رمضان في مصر حاجه تانية. ده قولا واحدا من غير ما تفكر. عند الاستاذ مصطفى بقى سافرت اكيد. ليك صحاب اكيد. بص انا سافرت في دول كتير صراحه. وقضيت رمضان جزء منه في بعض الدول. حلو. يمكن اولى الدول العزيز على قلبي اللي انبسطت فيها قوي يا شيف بصراحه. دوله السودان الشقيق. واهلنا في السودان. طبعا السودانيين حبايبي. واللي بنتمنى وانا بتمنى شخصيا انه ربنا يعني يقيلها من عثراتها دلوقتي وان الشعب السوداني يلتف حوالين قيادته ويحافظ على بلده وعلى دولته. طبعا انا بقول ده من واقع انا عارف ان فيه يعني انا بحب الـ 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 حتى المطبخ السوداني لان هم هناك يا شيف انا عايز اقول لك على معلومه. عارف اللحوم هناك سواء ضاني او حاجات ان هي بتتغذى على المراعي الطبيعيه. طبعا ما عندهاش ربما يكون الـ طب ناخد اتصال. ناخد اتصال. الو قول الو قول الو استاذ مصطفى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك الاعلام المتعلق. اهلا وسهلا. ما شاء الله عليك ربنا يحميك يا رب. دي طنط صباح خالتي صباح. ايوه صح. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك. لا انا كده هطلع من المطبخ دلوقتي لانه طبعا انا لو اتكلمنا عن طنط صباح يا شيف هي اللي بتجمع العيله وعيلتي العيله وجيران العيله كلها. اتفضلي يا طنط قولي لنا احنا يعني بنحب اكلك طبعا. اكل طنط هي الكبيره. اكلك خالص. لا امي الكبيره. اهلا وسهلا. اهلا ست بيك. الكل ازيك يا حاجه؟ اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه وحضرتك بخير والاسره الكريمه. الشيف المتميز الله يبارك. بتابعنا يا ست الكل؟ بتابعينا دايما على شاشه القناه الاولى؟ طبعا بتابعك طبعا ومن زمان. انت انسان محترم جدا وشاطر. اشكرك. قولي لنا برنامج اكله امي ايه رايك في البرنامج بتاعنا؟ جميل جدا. حضرتك كبيره العيله مصطفى بيقول واحلى اسم. هو البرنامج ناجح بسبب كمان الاسم امي. اهلا وسهلا طبعا. اهلا بيك. مصطفى بتخش المطبخ بيقول بتحب تاكل من ايده يا ست الكل؟ كل حاجه. مصطفى ما شاء الله عليه شاطر في كل حاجه. باين من داخل على المطبخ نشيط سايب. انا مديله ايوه. بيعمل النهارده اللحم بالقراصيه ما شاء الله. اختيار موفق. وحضرتك مصطفى يحب ياكل ايه من ايد حضرتك؟ المحاشي. ده اساسي. ايوه اساسي. بيحب مصطفى المحاشي. بيقول دي ام التانية يعني انا دي اللي مربياني. والله ده ابني ربنا يخليه لك يا رب.
يحب ياكل دايما المحاشي من ايد حضرتك؟ المحاشي، الحمام، البط، كل حاجه. بس في اكله مصطفى بيحب دايما ياكلها. اه مصطفى بيحب كل حاجه والله. ما هو بيحب كل حاجه لو مش بيدفع فلوس، اي حاجه ببلاش بيحبها. لا 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 ازاي؟ لا بس ايه الحاجه اللي هو لازم مصطفى يحب ياكلها؟ نفسي حلوه يا شيف والله. اه في الـ الاكل يعني العادي. اه مصطفى بيحب ياكل كل الخضار. اه فيجيتيريان عشان كده هو رياضي بيحافظ على جسمه. لا والسلطه كمان اللي هي بتعملها بتعمل سلطات مميزه. كل انواع السلطات اللي ممكن تتخيلها ما شاء الله مركزه فيها. بيحب السلطات. بيحب سلطات البنجر والفاصوليا. حلو. كل حاجه. لا واضح كويس، ربنا يخليها لك يا رب وتفرحوا بيه ويسعده يا رب. يا رب يا رب اشكرك يا حاج. احنا بنشكرك يا طنط صباح والله بجد، دايما مجمعانا ودايما بتخلي كده انه المطبخ ده زي ما دايما احنا عارفين ومتاكدين انه ليه دور كبير في تشكيل وفي تكوين الاسره والحفاظ طبعاً على الاسره. دايما نقول المطبخ دايما مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه، وبيجمع الناس كمان يا شيف على فكره. شكرا يا حاج، شكرا جدا. صحه يا رب. شكرا يا طنط صباح، كل سنه وحضرتك طيبه وبالف خير. تسلم ايدك يا رب. احنا كده يا شيف بقى عايزين انا خليك واقف على النار، عايز افطر من ايدك النهارده. انت عايز تفطر مني النهارده؟ طيب احنا كده خلاص نقلب. احنا بنديها خمس دقائق تقريبا. حلو. يعني سبع ثمان دقايق اقصى حاجه. ما رايك نغطيها كده عشان نغطيها شويه قوي؟ ايه رايك؟ مشكله ده غطى كده وسيبها شويه. يقول لك اتل على الحلو تاكله ايه؟ حلو زياده. تاكله حلو زياده. هو ده. بس سيبها بقى. او اتل تاخد حاجه حلوه. اتل تاخد حاجه حلوه. طيب طلعنا فاصل انت يا استاذ مصطفى بعد طيب إذنك. يعني عايز اقول لكم يعني ما تسيبوناش في اي حاجه وتروحوا في اي حته. المطبخ واكله امي على القناه الاولى دايما بيكون معاكم في كل الحاجات الجديده، في كل المطبخ او الاسره المصريه او المائده المصريه بتتمناها، مع الشيف صديقي العزيز الشيف المغازي. فاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معايا المذيع المتالق اللي دايما بيحب شغله ويجتهد ان هو يعمل حاجات كتيره قوي، معايا طبعا الاعلامي الاستاذ مصطفى ميزار. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا شيف؟ منورني. وحشتني تاني. واضح انك انت شاطر في المطبخ. ليه بقى؟ بتعرف ازاي؟ شهاده من خالته. طب انت بتعرف ده ازاي؟ من تقلبتك ومسكتك للسكينه، حاجات كده تفاصيل. صح؟ انا نفسي اتكلم معاك قوي يا شيف في الموضوع ده. اتفضل. موضوع انه الاكل تكوينه بالنسبه لنا ايه؟ ووقعه على اذاننا ايه؟ حلو. وبيخلينا نعمل ايه؟ لانه هو ده واحد من الحاجات اللي بتالف القلوب. في الاسر، في العمل، في الحياه، في خارج الشغل. حلو. في كل الاماكن. حلو. فاذا نقدر نقول ان الاكل ده عليه عامل ضروري في تاليف قلوب الناس وتجميع الناس وحب الناس. فعشان كده الاكل انا بحبه. ممكن من خلال قعده حلوه مع سفره حلوه في حاجات كتيرة بتتصلح، في مشاكل طبعًا بتتحل. طبعا. حلو طبعًا الكلام؟ طبعا. ايه رايك نحط القراصية هنا؟ نحط القراصية. حبيبي. ايوه. تسلم ايدك. نقلبها كده اهو. قلب براحتك يا شيف. احنا معانا كنافة دلوقتي، قلت لي هنعملها ايه يا مصطفى الكنافة؟ الكنافة ممكن نعملها بقى بالطريقة العثمانية. الكنافة بنبدأ بنعملها طبقة، الطبقة دي مقاديرها على الشاشة. كنافة، قشطة، مية زهر، سمنة بلدي، دول مهمين جدا. قشطة، كنافة، سمنة بلدي، مية زهر. هنبدأ بس نحط التركاية كده، دي معلقة دقيق صغيرة مصطفى كده، بندوبها في شوية مية. دي التركاية بتاع الشيف المغازي. أيوه، علشان نحطهم على القراصية، يقوموا يدونا إيه؟ شوية صوص، شوية بهاريز. تمام. بس خلاص، قلبهم. تسلم ايدك. المقادير الكنافه على الشاشه، والصوره الحلوه مع الكنافه الرمضانيه اللي رمضان بيجري والايام الحلوه بتعدي بسرعه. خلونا نودع رمضان بصينيه عثمانيه، طبقتين من الكنافه، يعني قلبين من الكنافه بينهم قشطه بلدي. سيب الزبده هي هتسيح لوحدها. قلب لي الدقيق حبيبي اهو، هات نحطهم هنا. حلو. تسلم ايدك. تسلم ايدك بس، ونسيبها هي لوحدها هتسيح. الله عليك، انت مساعد شاطر وبتحب دايما شغلك وانا عارف كده. انت اللي شيف جميل والله. فين الفلفله الحلوه؟ انت اللي شيف جميل. الفلفله الحلوه يا شماتت ابله ززفي، فلفله حلوه اهي، الهريسه الحمراء. لا يا فرحه الايه. هات حط حط.
ايوه حبيبي تسلم ايدك كله هو ده. بس خلاص اللحمه بالقراصيه. اه انا عارف ان العيله وخالته وماما شطار قوي في عمايل كحك العيد، بتساعدهم في كحك العيد. اه طبعا. لا ده الكحك ده قصه ثانيه يا شيف قوي. قول لي بقى. اه بجد والله. بص زمان كنا احنا صغيرين، عارف انت مكنه الكحك ومكنه البسكوت؟ طبعا. احنا كنا نقعد على جنب. حلو. هم طبعا العجينه والمقادير والتفاصيل دي كلها حلو. الناس الكبيره هم اللي بيعملوها. احنا كاطفال صغيرين كنا بنقعد بقى جنب المكنه. حلو. ناخد ونحط فين؟ في الصينيه الكبيره.